هذا وعاد حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن شارك في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31 والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.